تسخين العيش على البوتاجاز مثلا. البوتاجاز طالع منه غاز، غاز اسمه غاز الميثان، الغاز ده غاز سام. تاني حاجة باجي اسخن العيش على النار مباشرة، بيبقى يطلع مادة اسمها مادة الاكريلانويد، المادة دي مادة سامة. برضه مش العيش بس، النشويات بصفة عامة، الناس اللي بتقلي حاجات على الزيت كتير زي الـ الناجتس البانيه، بيطلع بتاع الفانيليا. كده لونه بني، ده برضه مادة الكرولاميد، المادة دي برضه مادة سامة. يعني الستات البيت تنصحوا مثلا لما يجوا يعملوا يعني نقلب زيت يقلي مثلا، الزيت مرة واحدة عشان بس ما يكونش المادة دي تاني، عشان المادة دي ما مادة يصفوهوش مسرطنة. يعني ويخلوه يستعملوه مرة تانية لا وكده. لا لا، يستحسن او يفضل الزيت يكون جديد. طب بما اننا اتكلمنا عن الزيت بقى، بيبقى غازي يعني؟ في ناس تقول لك لا يعني قلل الكميه على قد ما تقدر، ما تبقاش حاجه. بالظبط، خد الكميه المناسبه، وايد كمان يكون زيوت صحيه زي زيت الزيتون، او استخدم السمنه البلدي، او الزيت الحار، كل الزيوت اللي هي الدهون الطبيعيه. الزيت اتحط على النار، ما دي برضو من ضمن العادات اللي بيقول لك ما تحطش زيت الزيتون على النار. زيت الزيتون على النار مش يعني بستخدمه بديل الزيت العادي، يعني افضل واحسن. هو عادي نستخدمه على النار بالظبط عادي كده، مباشره يعني، مش بالظبط. بس على السلطه او كده. لا ممكن برضه يستخدمه برضه على النوم يعني ممكن برضه نستخدمه عادي.